السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم سأقدم لكم درس حول كيفية تنظيف كالبيلاتور مولد كهرباء المنازل. هذا المولد إخواني سأقوم هاته هي الكالبيلاتور، سأريكم كيفية نزعها من مكانها وإرجاع وتركيب واحدة أخرى أو تنظيف هاته وإرجاعها إلى مكانها. في درس سابق لقد أخبرتكم كيفية تركيب الحبل إذا ما قطع معك دون الذهاب إلى من يصنعون ومن يصلحون هذه الأجهزة إخواني. هنا الشرارة، إذا ما أردت أن تعرف إذا كانت الشرارة أصلا تصل إلى البوجيه أم لا، فقط نقوم بنزع سلك البوجيه من مكانه. بهذا الشكل ونقوم بتركيب بوجيه آخر، ثم نضع جسم البوجيه على جسم سالب. هنا هذا جسم سالب مثله مثل السيارة، ثم سأقوم بإطفاء المصباح حتى تظهر الشرارة وأقوم بسحب الحبل. نلاحظ الشرارة موجودة، معنى ذلك أن سلك البوجيه يعمل بشكل جيد وأن البوجيه يمكن لنا فقط نستبدل البوجيه إذا لم يكن يشتغل أصلا. هنا أول نقوم بنزع الفلتر بهذا الشكل ومن الأسفل كذلك، ثم نأتي بمفتاح رقم 8 على حسب المفتاح على حسب البرغي الموجود عندك. ونحافظ على الأشياء كما نزعناها نرجعها إلى مكانها. هنا نفتحهم برقم 10. نقوم بنزع هذا الأنبوب بجذبه فقط ونكمل العمل.
هذا البرغي لم يفك معي، لم أرد المحاولة معه، فقط قمت برخيه وتدويره بهذا الشكل. هنا هي الرادياتور، سأقوم بنزع السيركليبس ونزع أنبوب البنزين. هنا لننتبه إخواني لهذه النوابض، كيفما نزعناها نقوم بإرجاعها إلى مكانها فقط. أقوم بسحب الكالبيلاتور بهذا الشكل. هنا نلاحظ هذا البرغية الذي نزعناهما، نقوم بالسحب بهذا الشكل لننظر، نقوم بالسحب، هذا السلك سيأتي في مكان أقوم بنزعه بهذا الشكل ثم نخرجه. ننظر الأوساخ بها متسخة، سأقوم بفتحها وأريكم كيفية تنظيفها. نضع على منظف إخواني، منظف للصدى والأوساخ. نحاول إدخال المنظف بهذه المداخل. نلاحظ الأوساخ المتجمعة بالأسفل. سأقوم بتنظيف قاع الكالبيلاتور. هذا هو الفليتور إخواني،
لنزع هنا قم بسحب فقط هات المسمار ثم اقوم باخراجه بهذا الشكل. من هنا يدخل البنزين اخواني، هذه هي الحجرة التي يكون بها البنزين. هنا هذا هو الصمام، هذا هو صمام البنزين إخواني. لما يرتفع بهذا الشكل يقوم بالإغلاق، ولما ينزل يقوم بالفتح. هنا هذا البرغي إخواني يجب أن يكون بهذا الشكل، من عكس هذا الأنبوب، يعني الأنبوب من هنا نحن نقوم بوضع هذا الأنبوب من الجهة الأخرى لكي يسهل علينا فتحه، لأن هذا البرغي إخواني مهمته عندما يمتلئ هذا المكان بالبنزين نحن ندعوه بنويات تقوم بفتحه لإخراج البنزين المتبقي. ثم نعيد شد هذا البرغي بشكل جيد حتى لا يخرج البنزين من الجوانب. بهذا الشكل قد تم تنظيفها داخليا، سأقوم بإعادة تركيبها في مكانها. فقط نقوم بإدخالها بهذا الشكل. قبل إدخالها بالكامل نقوم بتركيب هذا هنا ثم نكمل عملية الإدخال، وهذا نرجعه إلى هنا إلى مكانه.
عند إدخال هنا النوابض إخواني أقوم بإرجاع هاته إلى مكانها، لا نقوم بإدخال باستكمال الفلتر وباقي الأشياء ثم تدخل هاته، هاته لن تدخل معك إذا حاولت، إذا عندما تركب الفلتر لن تدخل هاته إخواني، لن تدخل معك، يعني ركبها هي الأولى. قم بإدخال هذا المسمار هنا بهذا الشكل ثم أدخلها بهذا الشكل تعمل، ثم نقوم بإرجاع الفلتر إلى مكانه ثم نقوم بوضع الفلتر ونشد البراغي. بعد شد البراغي نقوم بتركيب الفلتر وغطاء الفلتر. ثم هنا سنقوم بتشغيله، نقوم بوضع على الأم، نفتحه قليلا، وهذا ستارتين نقوم بوضعه بالوسط، ونضع وقفل على الرين، ثم نقوم بسحب. الحبل يشتغل مباشرة إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه العملية إخواني، نرجو الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك والنقر على الجرس ثم التعليم على علامة صح ثم حفظ لتصلك جميع إشعاراتنا.